بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. درسنا النهاردة العلم في الإسلام للدكتور أبو الوفا التفتزاني. بداية، في مفهوم خطأ عن العلم في الإسلام. إيه هو المفهوم الخطأ عن العلم في الإسلام؟ هنقول إن في ناس فاهمة إن العلم في الإسلام يعني فقط العلم بأحكام الدين وآدابه، وأنه لا شأن للإسلام بالعلم الكوني أو العلم المادي. يبقى أول سؤال عندنا، ما المفهوم الخطأ عن العلم في الإسلام؟ هنجاوب ونقول إن العلم في الإسلام يعني فقط العلم بأحكام الدين وآدابه، وأنه لا شأن للإسلام بالعلم الكوني أو العلم المادي. طب الفهم ده لو إحنا حبينا نرد عليه، نرد عليه إزاي؟ هنقول أولا يستدل على هذا الفهم الخطأ للعلم في الإسلام بأن الإسلام جاء شاملا لضروب النشاط الإنساني كفة، ومنها البحث الكوني. الأمر الثاني أن الإنسان حينما أمر بتعمير هذا الكون، ذلك يعني أن هذا الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه، وأن ظواهر الكون ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر. الأمر الثالث، طالما أمر الإنسان بتعمير هذا الكون، يبقى إذن هذا الإنسان عنده من المقدرة ما يمكنه من الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على أوسع نطاق، علشان يأمن حياته ورفاهيته. يقول الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ويقول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى إذن لما يجي لي سؤال ويقول لي كيف تستدل على خطأ الفهم السابق للعلم في الإسلام، هنقول له أولا هستدل بثلاث حاجات. أول شيء أن الإسلام جاء شاملا لضروب النشاط الإنساني كافة، ومنها البحث الكوني. الأمر الثاني أن الإنسان حينما أمر بتعمير هذا الكون، ذلك يعني أن الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه، وأن ظواهر الكون ليست بالشيء المبهم الغامض الذي لا يفسر. الأمر الثالث أنه بمقدور الإنسان الاستفادة من الكون واستغلال خيراته على أوسع نطاق لتأمين حياته ورفاهيته. وبعدين نستدل بالآيتين الكريمتين. الأمر الثاني، عاوزين نفرق بين ثلاث مفاهيم: العلم الكوني والعلم المادي والعلم بأحكام الدين وآدابه. يعني إيه علم كوني؟ هو الذي يبحث في الكون وأسراره ونظرياته، زي الأرض والسماء والنجوم والفضاء. يبقى العلم الكوني هو العلم الذي يبحث في الكون وأسراره ونظرياته، زي الأرض والسماء والنجوم والفضاء. العلم المادي هو العلم الذي يبحث في المادة. يبقى مادي بيبحث في المادة، بيبحث في المادة وتكويناتها ونتائجها، زي علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الأحياء وغيرها من العلوم. العلم بأحكام الدين هو علم الفقه الذي يتناول أحكام العبادات والمعاملات وما يتصل بها من علوم الحساب والطب والزراعة، لأنها ضرورية في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها. بعد كده هيجي لك سؤال ويقول لك إن توجيه القرآن الكريم في مجال العلم هو تأكيد للمنهج العلم الحديث. تاني السؤال، توجيه القرآن الكريم في مجال العلم هو تأكيد للمنهج العلم الحديث، وضح ذلك. هنقول له حيث يدفع الإنسان، مين اللي بيدفع الإنسان؟ القرآن الكريم، إلى محاولة استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس حاجتين: الثقة بقدرة الإنسان، وبالعلم في مواجهة الطبيعة. يجي لنا سؤال تاني ويجي يقول لنا: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما أهمية هذا الحديث في الحياة المعاصرة؟ هنقول له أولا لهذا الحديث الشريف أهمية كبيرة في حياتنا المعاصرة، فهو يدعو للبحث المستمر في شؤون الكون واستنباط ما هو نافع للبشرية. الأمر التاني، بيفتح أمامنا مجال البحث والرأي والمشورة. يبقى ثلاث حاجات: البحث والرأي والمشورة في كل أمور الدنيا. طب على ما يدل هذا الحديث؟ يدل على أن العلم في الإسلام غير محدود بحد معين أو وقت محدد. يجي لي سؤال بعد كده،
عين الأفكار التي أوردها فخر الدين الرازي وهو يفسر قول الله تعالى وشاورهم في الأمر، هنقول له من هذه الأفكار أن الرسول أراد أن تكون الشورى سنة من بعده في أمته. الأمر الثاني، المشاورة قاعدة شرعية في الإسلام، يبقى احنا عندنا سنة وقاعدة. الأمر الثالث، أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالشورى دعوة لاقتداء كل الناس به لأنه أكمل الناس عقلا، ورغم ذلك فهو يستشير أصحابه. الأمر الرابع والأخير، إن العلم الديني والدنيوي دائما ما يحتاج إلى الشورى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. يبقى لما يجي لك ويقول لك عين الأفكار اللي أوردها الإمام فخر الدين الرازي، يبقى هتتكلم عن أربع حاجات، إن هي سنة، إن هي قاعدة، إن هي دعوة لاقتداء الناس به، إن العلم الديني والدنيوي دائما ما يحتاج إلى الشورى. ده التلخيص. بعد كده الرسول أكمل الناس عقلا إلا أنه كان يشاور أصحابه، فلماذا؟ هنقول حتى يقتدي به غيره في المشاورة، وتصير الشورى سنة من بعده في أمته، ولتكون المشورة في الإسلام قاعدة شرعية. الأمر الرابع، ولأن علوم الخلق لا متناهية، فما يخطر على بال إنسان لا يخطر على بال إنسان آخر من وجوه المصالح، ولا سيما فيما يفعل من أمور الدنيا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. وما معنى هذا الكلام؟ هنقول إن مصالح الناس كثيرة ومتشعبة ولا يمكن تحديدها، وتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. بعد كده عاوزين نفرق بين مصطلحين، فرض الكفاية وفرض العين مع التمثيل. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط ذنبه عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد صار المجتمع كله آثما، مثل العلوم كالطب والحساب والفلاحة والحياكة وصلاة الجنازة. أما فرض العين فهو الفرض اللازم الواجب على كل فرد قادر، زي الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك من أمور الدين. على ما تقوم علوم الصناعات؟ علوم الصناعات بتقوم على أساس العلم المادي. يعني علوم الصناعات بتقوم على إيه؟ هل بتقوم على العلم الديني ولا العلم المادي؟ هنقول له والله علوم الصناعات تقوم على أساس العلم المادي، زي الطبيعة، الكيمياء، الأحياء، الطب، الهندسة، الزراعة، وهذه العلوم لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يقوم بها. يعني أنا ما أقدرش أكون طبيب وفي نفس الوقت مهندس وفي نفس الوقت مدرس وفي نفس الوقت سباك وفي نفس الوقت خياط وفي نفس الوقت فلاح وفي نفس الوقت أقوم بكل الصناعات، ولهذا اعتبرها الإسلام فرض كفاية وليس فرض عين. إذن لما يجي لك سؤال ويقول لك على ما تقوم علوم الصناعات ممثلا لذلك وعلى ما يدل لذلك، هنقول علوم الصناعات تقوم على أساس العلم المادي، مثل الطبيعة والكيمياء والأحياء والطب والهندسة والزراعة، وكده أنا مثلت للسؤال، وهذه العلوم لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يقوم بها، ولذلك اعتبرها الإسلام فرض كفاية وليس فرض عين. يبقى ممكن يجي لك سؤال بالعكس، لماذا اعتبر فقهاء الإسلام الصناعات فروض كفاية؟ هنقول أولا لأن الإنسان لا يستطيع بمفرده القيام بها، أدي كده واحد. الأمر الثاني، لأنها تتعلق بمصالح الناس المتغيرة من زمان لزمان ومن مكان لمكان. الأمر الثالث، ولأن عليها يقوم نظام الحياة. ليه الإسلام بيعتبر الصناعات فروض كفاية؟ هنقول وذلك لأن الإنسان لا يستطيع بمفرده القيام به، كده واحد. الأمر الثاني، لأنها تتعلق بمصالح الناس، ومصالح الناس متغيرة من زمان لزمان ومن مكان لمكان. الأمر الثالث، ولأن عليها يقوم نظام الحياة، فعلوم مثل الطبيعة والكيمياء والأحياء والطب والهندسة والزراعة وغيرها لازمة للمجتمع، وعلى الإنسان أن يدرس منها ما استطاع، فدراستها عبادة لله تعالى. يجي لك سؤال بطريقة مختلفة، ما علاقة علوم الصناعات بالمجتمع؟ هنقول علوم الصناعات لا يقوم المجتمع إلا بها، وهي لازمة للمجتمع. يبقى ما علاقة علوم الصناعات بالمجتمع؟ هنقول واحد، هي لازمة للمجتمع. الأمر الثاني، لا يقوم المجتمع إلا بها، فلا عمران بدون هندسة،
ولا حياة بدون طب، ولا دراسة للكون وظواهره بدون علم الطبيعة. يبقى ممكن يجي لك سؤال يقول لك: بما استدل الكاتب على عمق نظرة فقهاء المسلمين؟ هنقول له أولا الناس دول عندهم عمق نظرة لسببين: الأمر الأول أنهم جعلوا العلم شاملا لكل مجالات الحياة، الأمر الثاني أنهم أوجبوا على ولي الأمر تدبير الصناعات اللازمة للمسلمين والتي يسبب فقدان أي منها حرجا للمسلمين، وإذا لم يفعل ذلك يكون آثما لأنه يوقع المسلمين في حرج. يجي لك سؤال بعد كده: متى تكون دراسة العلوم الدنيوية عبادة لله تعالى؟ هنقول إذا قصد بها خدمة الناس وتقديم الخير لهم والحفاظ على صحتهم وأبدانهم وقضاء مصالحهم. يبقى هنقول تاني: إذا قصد بها خدمة الناس وتقديم الخير لهم والحفاظ على صحتهم وأبدانهم وقضاء مصالحهم. وضح رأي الإمام الغزالي في العلم الذي هو فرض كفاية. هنقول والله الإمام الغزالي كان يرى أن العلوم التي هي فرض كفاية هي من العلوم المحمودة. يبقى لما يجي يقول لك وضح رأي الإمام الغزالي في العلم الذي هو فرض كفاية، هنقول له كان الإمام الغزالي يرى أن العلوم التي هي فرض كفاية من العلوم المحمودة. طب ما تعريف العلوم المحمودة؟ هي كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا زي الطب، فهو ضروري في حاجة بقاء الأبدان. الحساب ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث، ولأن هذه العلوم لو خلا منها بلد لوقع الناس في الحرج، الحرج يعني الضيق. فلا عجب إذا قلنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة. ما خلاصة هذا الكلام؟ خلاصة هذا الكلام أننا نخلص إلى أنه ليس صحيحا أن العلم الذي يدعو إليه الإسلام هو العلم الديني فقط، وإنما هو كل علم يدفع الجهل سواء في مجال الأمور الدنيوية أو الدينية، ومن ثم فلا تعارض بين الدين والعلم في الإسلام بحال من الأحوال. الإمام الغزالي حينما قال هذا الكلام كتبه في كتابه المعروف إحياء علوم الدين تحت عنوان بيان العلم الذي هو فرض كفاية. بعد كده خلاصة الموضوع ده، ما المفهوم الصحيح للعلم في الإسلام؟ هنقول الفهم الصحيح للعلم في الإسلام هو كل علم يدفع الجهل سواء في مجال الأمور الدينية أو الدنيوية، وليس العلم الذي يدرس أمور الدين فقط. خلاصة الدرس إن البحث العلمي المعاصر بينحصر بحثه في مجالين. إيه هما؟ قالك أول مجال العالم الأكبر، وهو عالم البحث في الكون. المجال الثاني العالم الأصغر، وعالم البحث في النفس. والقرآن نبهنا إلى ذلك في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لو لاحظت في الآية هتلاقي كلمة الآفاق اللي هو العالم الأكبر، وكلمة أنفسهم اللي هو العالم الأصغر. والبحث في الآفاق والبحث في الأنفس ينتهيان إلى اكتشاف قوانين الخلق ومعرفة الخالق. وبالطريقة دي نكون انتهينا من درسنا. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو بتاعنا برضو علشان يوصلك كل جديد ويوصل للناس كلها كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.